موجز الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال المايوب إنه من الضروري أن يحافظ وفد البرلمان الذهب إلى المغرب على ثوابته. وأوضح المايوب في تصريحات صحفية لوكالة سبوتنيك أن هذه الثوابت تتمثل في حل الميليشيات وسحب سلاحها وخروج تركيا من ليبيا، ومن ثم الذهاب إلى الحوار والتوافق على المسارات الممكنة. أعلن 24 عضواً من أعضاء ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري رفضهم محاولة اختزال المجلس الاستشاري في شخص رئيس خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء والذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبر اجتماعه مع قلة ممن وصفوهم بالأعوان والمستشارين. الأعضاء في بيان لهم اعتبروا أن انفراد هؤلاء يعد خرقاً للنظام الداخلي الذي ينظم عمل المجلس، مشددين على أنه إجراء لا يمكن القبول به باعتباره لا يمثل مجلسهم. قال عضو مجلس النواب علي تكبالي أن عودة العلاقات الودية بين طرفي نزاع بالمجلس الرئاسي فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغة لن تؤثر على شكل واستمرار المظاهرات الدائرة في العاصمة طرابلس. التكبالي وفي تصريح له أكد أن التظاهرات ستستمر على نفس النهج الذي انطلقت منه في محاربة الفساد المحاط بحكومة صخيرات المتآكلة شرعيتها، لافتا إلى أن تسوية العلاقات بين طرفي نزاع في طرابلس جاء تلبية ورغبة للنظام التركي المسيس لهما. التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره البحريني ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني، وباحث الاجتماع الذي عقد بقصر التحرير بالقاهرة الأوضاع في ليبيا واستمرار خرق حظر الأسلحة وتدفقها والمرتزقة إلى ليبيا وإلى المنطقة الغربية القادمة من تركيا، بالإضافة إلى جانب القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. كشفت منظمة الصحة العالمية عن حادثة اعتراض شاحنة امدادات طبية إنسانية من قبل ميليشيات مدينة الزاوية كانت متجهة إلى مدينتي بنغازي وطبرق. وقالت المنظمة في بيان لها إن الشحنة كانت تحوي على امدادات مادة الإنسولين المخصصة للمرضى في المنطقة الشرقية وتمت مصادرتها في 20 أغسطس الماضي. وأوضحت المنظمة أن الميليشيات اعترضت الشاحنة وكانت في طريقها إلى بنغازي لإيصال الامدادات الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم اعتقال السائق طوال الليل ومصادرة هاتفه. لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق القناة عبر أجهزتكم المحمولة، كما يمكنكم متابعة البث المباشر على موقع القناة الرسمي ليبيا الحدث .net. نهاية الموجز، في أمان الله.